تعليقك على هاي الصوره اللي قزيز برادو بيضا. سيارتي القديمه. اي شنو موضوع هاي السياره؟ ما بيها موضوع. شوف انا طبيعي عندي انه اصعد هيك السياره واصعد سياره عاديه واصعد انا هسه اليوم جيت ما عندي سياره. بس العالم حاليا يقيمون الشخص من مظهره. يعني انت اذا صعدت هاي السياره تصير محترم بنظر. لا انا اريد قصه هذه السياره ما لي علاقه بالكلام هذا. شنو قصتها؟ قصه هذه السياره. سيارتي بعد منين اجتي؟ ليش وين وصلت؟ وين راحت؟ هذا فضول. بس انا اقول لك هاي سيارتي القديمه زين بعتها وهسه عندي غير سياره. اشتريتيها لو هم جبتها لي؟ لا اشتريتها. اشتريتيها بفلوسك؟